السلام عليكم. اليوم نرجع إلى ملعب دويرة حيث أنه فيه جديد، وجديد هو بداية عملية تعويض على التربة المخصبة اللي راح تستقبل العشب الطبيعي. العلم يكون فيه دو كوش، كوش تاع رمل فا ها كيما اللي نسموه احنا الرمل تاع بسعادة، هذاك الأصفر، ويكون مطاميزي نفس يعني لا غرانيلوميتري تاعو نفس الحجم. ثم تاتي الطبقه نتاع الماده سينتيتيك اللي شفناها في تيزي وزو واللي عندها لون رمادي، سيتون موس كشغل موس ارتيفيسيال. اذا هنا شاهد في الصور بداية نتاع وضع التربة هذه، إذا مواد سينتيتيك، إذا ثم ينشر فوقها سوف كومباكتي تتكومباكتا وسوف يزرع فوقها العشب الطبيعي. إذا واللي كنا حابين يكون فيه عشب هجين، لكن إن شاء الله في المستقبل نستعمل العشب الهجين في الملاعب الأخرى أو في الأرضيات اللي جاية يعني في المستقبل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.